طبعا مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في، وهالصوره اللي عم بتشوفوها هي بروما انزل المصلوب، حتى وهذا المصلوب انزل وقت اللي ضرب الطاعون مدينه روما، واليوم كمان انزل حتى ب 27 اي بكره الساعه 6. دعا قداسة البابا أنه الكل نصلي وهو من ساحة الفاتيكان معه من ساحة القديس بطرس، لنصلي نحن وكل العالم من أجل نتضامن مع بعضنا البعض من أجل محو وباء هذا الكورون كورونا فيدا 19، وبالتالي بتمنى الصلاة تكون عامة الجميع، وإن شاء الله بكرة مع هالمصلوب بنقدر نوصل إلى حالات شفاءات كثيرة خصوصا بدول العالم ومنهم إيطاليا. أما بلبنان فدايما بذكر أنه بين الـ 23 أدار و 3 نيسان متوقع أنه تكتر أكثر الفحوصات اللي بتطلع نتائجها إيجابية، من هيك مش مفروض نخاف، إنما مفروض قد ما فينا نبقى ببيوتنا وما نطلع إلا للأشياء الضرورية جدا جدا جدا، لأنه هيدي المرحلة رح تكون الأقوى يلي رح يكون فيها كتير من الإيجابية، يعني للأسف نتائج فحوصات إيجابية مش سلبية. بعدها أكيد بتبلش تخف شوي شوي، وإن شاء الله لبنان في حال نحن التزمنا بكل الإجراءات الموجودة بنكون إن شاء الله شوي شوي بلشنا ننتصر على هذا الوباء. معلومة بمعلومتنا لليوم، صدر قرارين اليوم عن وزير الصحة وزير الصناعة، وهالقرارين كتير مهمين بيتعلقوا طبعا. أول قرار حمل الرقم 15/1 بيتعلق بإجراءات الوقاية العامة بمصانع الأغذية، والثاني حمل الرقم 16/1 وبيتعلق بالإجراءات الوقائية العامة بالمصانع باستثناء مصانع الأغذية. بالقرار الأول طبعا ما رح أقرأ المقدمة، طبعا القرار رح يحكي عن الإجراءات، يعني الالتزام بالإجراءات الوقائية الإلزامية كجزء من الوقاية والاستعداد لاستجابة الفيروس كورونا المستجد وغيره من الأوبئة، وهي كالتالي: توفير عدد مناسب من دورات المياه ومغاسل الأيدي يتناسب مع عدد العاملين بالمصانع، توفير أماكن كافية ومناسبة لتغيير الملابس، وبالتالي تزويد مغاسل الأيدي بالماء الساخن والصابون السائل أو مادة مطهرة مرتكزة، وبالتالي كمان على كل شخص أثناء العمل في مناطق تداول الأغذية أن يواظب على غسل يديه مرارا بشكل جيد باستعمال الماء والصابون، غسل الأيدي قبل البدء بالعمل وبعد الخروج من دورة المياه وبعد لمس أي مادة ملوثة أو تداول أي مادة يحتمل أن تكون مصدرا لنقل الأمراض، غسل اليدين بعد الأكل أو التدخين أو لمس الشعر أو الأنف الأذن والأحذية حفاظا على النظافة الشخصية والمحيط بما في ذلك غطاء الرأس، طبعا العناية بنظافة الأظافر وتقليمها، منع القيام بأي عمل ينتج عنه تلوث غذاء مثل الأكل شرب تدخين بصق أو خلافه، استخدام القفازات المعقمة التي تستخدم مرة واحدة فقط مع مراعاة ارتداء القفازات اللي بتغني عن غسل الأيدي، ارتداء جميع العاملين في أقسام الإنتاج وخاصة في أقسام التعبئة كمامات لتغطية الفم والأنف أثناء العمل، تدريب جميع العاملين في المنشأة الغذائية على الاشتراطات والقواعد الصحية لتداول الأغذية لمنع طبعا تلوثها وذلك بشكل كتير دوري. طبعا في كتير من الإجراءات ومثل ما لاحظتوا أهم غسل اليدين بالماء والصابون، يعني كل الناس شو بتقدر تغسل إيديها كل 20 دقيقة كل وقت شو ما مسكت بيكون هيدا أفضل شيء نحن بنقدر نحمي حالنا من أنه هذا هالفيروس أنه يطال طبعا الإنسان. من المسؤول؟
معي على الخط مباشرة البروفيسور جوزيف متى، مدير المختبرات في معهد البحوث الصناعية. بروفيسور يعطيك العافية، مش أول مرة بتكون معنا بالحل عنا، يعني مش من زمان كنا عم نحكي عن أهمية مختبراتكم. فاليوم نحن وبعد للأسف الشديد انتشار هذا الوباء عالميا ومنه في لبنان، هناك دور لمعهد البحوث الصناعية ومختبراته بما يخص خصوصا في هذه الأوقات العصيبة المطهرات والمعقمات وغيره. يا ريت بنقدر نستفيد من خبرتك حتى نقول للمشاهدين اللي عم بيتابعونا اليوم شو أهميتها حتى كلنا نساهم بمنع هذا الوباء. شكرا ويعطيك ألف عافية كمان. نحن بالحقيقة بمعهد بحوث صناعية عم نتابع عملنا، لأنه عملنا بيقتصر على الحرص على الصحة والسلامة العامة. طبعا نحن من الناحية العلمية وبالإضافة لدعم تقني للاقتصاد المنتج اللي نحن كمان بحاجة له بهالفترة هيدي خاصة. هلأ إذا بتسمحي لي بس دقيقة، نحن صحيح عم نتابع عملنا لأنه مجبورين مثل ما قلنا في مناوبة عم بتصير، ما هيك دكتور؟ مثل كل المؤسسات. نعم، نحن كانت الإدارة العامة اتبعت إجراءات التعبئة العامة يمكن شوي عشوي بكير، فمشان هيك في كل إجراءات الوقاية، في تعييم يومي وبشكل دوري، في تقسيم للموظفين، في حصر استلام العينات بأوقات وأمكنة محددة، في تعييم للعينات، تدريب وغسيل وسوشيال ديستانسينج، يعني ما رح نرجع نعيدهم يلي عم بيقولوا يلي عم ينقلوا دايما بالإعلام، مشكور لهالحملات التوعية. بالإضافة ل يمكن هيك بتوين براكتس، أنه طبعا كل وسائل التعييم وغيرها هي طبعا من يعني من صنعنا، لأنه طبعا عم نركب تركيب علمي بقلب المعهد لحتى شوي يكون يعني الكل بالسيف سايد. بالنسبة بالعودة لسؤالك مدام ريبيكا، نعم. في يمكن صار كتير حكي وجدل شوي بموضوع المعقمات وغيرها. صحيح. هون لابد من الإشارة أنه هناك مرسوم إلزامي رقمه 5705 صادر مؤخرا، وهالمرسوم بيحصر بيقول بيعطى صفة الإلزام القانوني لمواصفات قياسية وطنية بتتعلق بالمواد المعقمة والمطهرة. شو يعني؟ يعني هالمواد المعقمة والمطهرة يلي عم توضع بالأسواق أو يلي بعض المرات عم تستورد عندها مواصفات إلزامية تقنية لازم تكون تستجيب لإلهم، لازم هالشروط يكونوا موجودين فيها. نعم. فهذا المرسوم بيحددهم، بيقول إنه هود المواصفات يلي بيتعلقوا لكان بهالمنتجات لازم ينفحصوا، ويكلف بالمادة الثانية من هذا المرسوم يكلف معهد البحوث الصناعية بالتحقق من مطابقة المنتجات المعنية بهذا المرسوم للمواصفات المحددة. فمشان هيك عم بيقوم المعهد طبعا إذا في شيء مستورد عم نقوم طبعا بفحصه بالنسبة للمواصفات. أما البضاعة المصنعة محليا، وهيدي بتصور يعني طلع بيان واضح من وزارة الصناعة مؤخرا، كان في حملة بداية حملة شوي لاعتيان بعض المنتجات الموجودين بالسوق، وتحللوا وقسم منهم كان مطابق وقسم غير مطابق لهالمواصفات. بروفيسور كيف منعرف مطابق؟ لأنه نحن منعرف كل شيء بيقطع على معهد البحوث بيكون في دمغة معهد البحوث الصناعية عليه. هل قدرتوا عملتوا هالشيء؟ أكيد ما فيكم على كل المنتجات، ولكن اليوم حتى يعرف طبعا المستهلك خصوصا، لأنه يمكن من أكثر الأمور اللي عم تنشر بهالأيام هي المعقمات والمطهرات، وبنعرف كمان هون بين هلالين يا ريت بيتخفف سعره، لأنه كمان منا بقى بمتناول سعره، وصل لدرجة مش كل الناس عم تقدر تشتريها للأسف. نعم. بالحقيقة خليني إذا بتحب جزئ سؤالك لجزئين. نعم. أول جزء كمستهلك كمواطن، نعم. شو لازم يشوف على هالمنتج هيدا؟ نعم. لازم قبل الكل يشوف على الاتيكات اسم شركة مصنعة، لأنه نحن عم نشوف بعض المرات بالأسواق في بعض الهندجل منه موجود عليه ولا أي مرجع صناعي ولا أي شيء تاني. نعم. يعني أول شغل المينيموم يكون موجود ريفرنس اللي هو المصنع يلي صنعه. نعم. تاني شغلة المفروض ينحط المكونات، وبالمكونات لازم يكون في كحول. بغالبية الأوقات بتكون إيثانول، وبعض المرات لأن هلأ في طلب كبير على الإيثانول عم بيصير
بيستبدلوه بانواع كحول اخرى هي الايزوبروبانول، مش شيء ثالث. لانه بعض الكحول مرات عندها درجه سميه يعني عاليه او ايثانول او يعني فيها المادتين ايثانول او ايزوبروبانول، هودي ككحول. وفي بعض الناس، بعض الصناعيين الثانيين بيستعملوا امونيوم كواترنير، بيكون كمان موجود بقلب هالانجريديون. هيدي اول شغله. ثاني شغله بينحط كمان قديش نسبه الكحول. يعني ايثانول هلا عم نشوفه كثير انه بتكون مثلا اكثر من 70 او اكثر من 60% والى اخره، حتى السبيرتو عم نشوفه هلا 95 اكثر من 70. ايه ال 95 في جدل علمي على هذا الموضوع، اذا بتحبي بوضحها بدقيقه. اكيد. ال 95 او السبيرتو يلي هو المعروف سبيرتو الايثانول بيور يلي ما في مي، نعم، نحن نستعمله مضبوط بهدف التعييم وغيره. إذا بدنا نحكي بالنسبة للكورونا أو الفيروس بشكل عام، الفيروس عنده شغلة بتغلفه يلي هي بروتين وليبيد وغيره. إذا الكحول ما بيقدر يفوت عليها إذا ما معه مي، بالمي هو اللي بيخلي يصير هالبنتريشن هذا ليقدر يفوت الكحول على قلب الفيروس ويدمر هالغلاف. يعني اللي عنده 95 لازم يحلله بشوية مي. مضبوط. فمشان هيك يقال دايما، وهيدي كتير هلا عم نسمعها، انه اياها اضبط نسبة للكحول هي تكون بين 62 ل 72% تقريبا. نعم. مع الباقي مي، وطبعا بحطوا بعض المطريات، لانه اذا استعملنا بس كحول يعني الايدين عم بتشقق وغيرها، هيدي شوي الناس عم تحكي بهذا الموضوع. نعم. دونك شوية مطريات للايدين، كحول 62 ل 72%، والباقي تقريبا مي. وطبعا في بعض المكونات يلي بتخليه ياخد اسبيل جيل يلي هي سنوية بس مشان الاسبيل مش اكتر من هيك. يعني دكتور بروفيسور متى، انا بدي اشكرك كتير اليوم للوقت يلي اعطيتنا اياه، وبعرف قد ايه معهد البحوث الصناعية اليوم حريص كمان، يعطيكم الف عافية والله يحميكم، لانه انتو اذا موجودين بالمعهد حتى تقولوا للناس انتو اقعدوا ببيوتكم ونحن بنوصلكم كل معلومة بتفيدكم. شكرا لك. فاصل ومنتابع. منتابع الحل عنا عبر الام تي في، وفي نداء موجه لمعالي وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي بموضوع الزبوطة اللي عم بتصير. اليوم تفاجأوا بعض المواطنين عم يتصلوا فيهم من مخافر الدرك، عم بيقولوا لهم في عليكم زبوطة سير من سنة 2016 وطالع فيهم أحكام قضائية سنة 2017، ولكن هالناس منهم مبلغين أنه عندهم زبوطة ولازم يدفعوها. فقالوا لهم بالحرف الواحد، أو اليوم بتدفعوها أو نحن بننزل اسمكم بالنشرة. وكلنا بنعرف شو معناتها ننزل اسم مواطن بالنشرة. فنحن بنتمنى على وزير الداخلية والبلديات إصدار تعميم والإعاز للجميع بهذا الموضوع، لأنه لإيقاف كل الزبوطات هلأ، لأنه اليوم يلي اتصلوا فيهم راحوا على ليبون بوست حتى يدفعوا، مسكر ليبون بوست وما عادوا عرفوا بمين بدهم يتصلوا حتى ما يحطوهم على النشرة، وخصوصا أنه المواطن اللبناني منه مبلغ من 2016 أنه عليه ضبط سير وانه في احكام قضائيه، واليوم عم بحطوه تحت الامر الواقع مع تعبئه عامه مع حظر تجول. يعني انا بتمنى يوصل هذا النداء من قبل الجميع، كل ما يتعلق اليوم بموضوع الزبوطه والغرامات يصدر تعاميم اعطاء مهله او تتوقف مرحليا او قسرا لحين ما ننتهي من هالازمه يلي عايشينها نحن كلبنانيين، مثل كل دول العالم يلي اخذت كثير من الاجراءات لحمايه المواطنين كمان. معي على الخط مباشره نقيبه القابلات القانونيات دعد عكوم، اتصلتي فينا من يومين وحكيتينا عن اهميه القابلات خصوصا بهالمرحله، بس كان عندك بعد نداء حابه توجهيه، شو هو هالنداء لو سمحتي ولمين؟ صباح الخير مدام ريبيكا، يعطيك الف عافيه. تفضلي دغري اعطينا نداء لانه في كثير اشياء حتى نربح الوقت، تفضلي. اوكي يلا ما حاتاخر كثير عليكي، بس انا اول شيء اسمحي لي انه وضح، لانه كثار ما بيعرفوا مين نحن. لأن قلتي مرة الماضي أنه ممرضات متخصصات، نحن يعني عن جد منقوم بالعناية التمريضية كممرضة، ولكننا نحن قابلات قانونيات. القابلة القانونية يلي هي كمان بخطوط الأمامية يلي بتهتم بالمرأة ككل،
يعني من كل النواحي، هي وحامل وخلال ولادتها وما بعد ولادتها قد ايه بتدعمها وقد ايه بتهتم فيها. اليوم لمين بتوجهي ندائك نقيبة؟ أنا يعني اللي بدي أقوله إنه أنا مرة الماضي قلت لك نحن بدنا دعم، بدنا دعم من كل الجهات، وخاصة بدنا دعم نفسي لحتى نقدر ندعم هالسيدات. وأكيد المادي اللي نحن عم نشتغل تقريبا شبه مجانا، وعم نكون مجندين وبينيفول عم ننزل، ويلي تركها شغلة تركوها شغلة، ويلي عم تشتغل بنص دوام وبنص معاش. بس بدي اقول لك يعني انا كمان لفتي للقابلات قد ايه هن عم بيضحوا، قد ايه هن بالخطوط الاماميه. يعني حضرتك عم بتطالبي مثل يعني التبرع للنقابه حتى تقدر تتواصل؟ لا لا مش قصه تبرع، انا لا مش تبرع، بس بدي العالم يلتفتوا لنا، الوزاره تلتفت، اصحاب المستشفيات يلتفتوا وياخذوا بعين الاعتبار الشغل اللي عم تشتغلوا هالقابلة القانونية. يعني نقيبة بمعنى آخر، معاشها كتير قليل. نقيبة بمعنى آخر، وين في قابلات قانونيات مجازات وعندهم التيلة بالمناطق، خصوصا هن اليوم عم يستقبلوا سيدات حوامل لأنه ما عم يقدروا يوصلوا لأطبائهم على المستشفيات، وحتى عم بيولدوا عندهم، عم تطلبي يكون في دعم لهالمراكز هاي، دعم لهؤلاء حتى يستمروا بهالعمل الإنساني لحين ما ترجع تنتظم الأمور؟ صح صح أكيد. أهلا وسهلا فيك. دعم بدهم مواد، ما عندهم مواد أكيد. يعني نعم، إنه عن جد يعني هن الشغل زاد عليهم وصار عندهم ضغط ولادات، بس كمان عم بيخافوا ما إنه يعني يتدخلوا ويولدوهم لأنه ما عندهم المواد اللازمة والمعدات اللازمة. أنا بشكرك مجددا، وبعرف كتير من اللبنانيين اليوم وأثبتوا على كل حال إنه هن ما عم بيوفروا، حتى في أطفال فتحت إجتها وحبت إنه تساهم بهالحملات التبرع يلي عم بتصير، وخصوصا أنا بقدر أحكي عن حملة الام تي في اللي بعدها مستمرة على بنك عودي ودائما عم نحط. وحتى بدي أقول لكل يلي تواصلوا معنا بعدهم عم يتبرعوا منهم، رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الأساسي اللي اتصل رئيس الرابطة الأستاذ غطاس مدور وقال عنا مليون ليرة لمستشفى رفيق الحريري الحكومي، 5 مليون ليرة عفوا للصليب الأحمر اللبناني، 500 ألف ليرة لمستشفى رفيق الحريري الحكومي، 500 ألف ليرة لجمعية دير الصليب بقنية، و500 ألف ليرة لمستشفى حلبة الحكومي. مشكورين كل من بعده عم يتصل وعم يتبرع. وحتى هون بدي ألفت شغلي، بدول العالم عم بيروحوا على السوبر ماركت وعم يشتروا أغراض للبيت، عم يشيلوا بعض الأغراض والحاجيات وعم بحطوها على جنب حتى إذا في ناس محتاجة عم تقطع تاخدها بشكل تلقائي. نحن اليوم بنعرف إنه خطة التكافل الاجتماعي اللي أطلقت من رئاسة الحكومة مع وزارة الشؤون مع الجيش اللبناني، واليوم البلديات اتحادات الكل عم بيحضروا هاللوائح، إن شاء الله بتوصل لكل الناس. خليكم ببيوتكم، كل شيء رح يوصلكم، المهم نبقى ببيوتنا، هذا أهم شيء. وهون بدي ألفت للقرى يلي ما فيها بلديات، أنا بقدر أحكي عن المتن 25 قرية ما فيهم بلدية، يعني القائم مقام والمخاتير هن اللي بدهم يأمنوا لهم، كمان بدهم مساندة ومساعدة. وحدا قال لي ليه مش مستشفى بيت شباب اليوم اللي عم يهتم بأصحاب بذوي الاحتياجات كمان بحاجة لدعمكم. نحن وين بنقدر ندعم؟ يا لبنانيين ما تقصروا، لأنه كله راح يكون بمحله بكل شفافية، وهيدا هو الأساس. بكمل أخذ اتصالات إذا في. ألو ألو، أهلا مسيو. الله معك. أهلا، أنا اسمي توفيق أبي رامية من أهمير. أهلا فيك أستاذ توفيق، تفضل. أول شيء شكرا لإليك، وثانيا شكرا لهالشاشة الصغيرة يلي هي بتفوت بكل المواضيع. نعم تفضل، شو عندك أستاذ؟ أنا من زمان طلعت ببرنامج معك، أنا سنة 16 عملت مختار بأهمش. نعم، ورجعوا سقطوني لأسباب، إذا كان الانتخابات ما إلش قيمة لشو بيعملوها؟ نعم. أنا معي حكم من مجلس شورى الدولي والحد هلأ ما بينفذوه، بيحطوا الحق على القضاة، القضاة قاموا بواجباتهم، السلطة السياسية لا ما بتقوم بواجبها. أنا لمين بدي أشكي همي؟ وأنا طلعت معك من زمان إذا في أكيد بتذكر كتير منيح. إيه بقى الحد هلأ أنا معي حكم من مجلس شورى الدولي وأعلى سلطة بالبلد، إذا هاو القضاة ما لهن شغل
لشو بيدفعوا لنا الرواتب العالية؟ مختار لقلك شغلة، مختار أكيد كتير مهم طبعا، ولما نحن لازم نحترم كل القرارات القضائية، يعني إذا ما احترمنا نحن محترمين القضاء، بس القضاء ما عم بيمشوا له قراراته. من هيك يعني نحن بنطلب دائما، نعم من هيك بيرموا الحق عليهم. من هيك التشديد يا مختار دائما، ابعاد السياسة عن السلطة القضائية حتى يقدروا القضاء يعمل شغله بكل هيك تجرد وبكل رسالة شفافة. إن شاء الله يعني هلأ عنا مع هالأزمة أكيد مش لازم يغيب عنا ولا أي أمر، ولكن هيدي أولوية اليوم موضوع الكورونا حتى نسلم جميعا وترجع الأمور تنتظم. إن شاء الله بترجع بتاخد حقك مع هالحكومة الجديدة. أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. ألو ألو، أهلا تفضل. ألو، في حدا على ديندي بس بده يكون مش عم بيركز ونحن عم نقول له ألو. بونجور. ألو ألو، رح ياخد صورة اليوم. أنا بدي أقول لكل الصيادلة شكرا، لما بنقول لكل الجسم الطبي اليوم يلي هو بخطوط الأمامية، كمان الصيادلة اليوم هن بخطوط أمامية حتى يسهلوا وصول الدواء لكل الناس. بدي أشكرهم لأنه عم بيقوموا كمان بكل ما لديهم من جهد حتى يوصلوا الدواء، يوصلوا المعلومة الصح لكل من عم يطرق بابهم. شكرا لكم. وكمان اسمحوا لي كمان أشكر من بعد الصيادلة، أشكر الدفاع المدني، لأنه عناصر الدفاع المدني اليوم عم بيجوبوا إضافة لخدماتهم اليومية اللي عم يعملوها، عم بيجوبوا كل البلدات والقرى حتى يعقموا شوارعها وأحيائها. نحن بنقول لهم كمان يعطيكم ألف عافية وشكرا. بياخد الاتصال. ألو ألو، أهلا مدام. مدام ربكة. إيه تفضلي. يعطيك ألف عافية. أهلا مدام ربكة. أنا يعني بدي أشكر الشعب اللبناني كلياته. نعم. اللي كله كله نخوة مع بعض ومتكاتف. قولي لي شو عندك لأنه لازم انهي الحلقة. قولي لي شو عندك، بدك بس تشكري ولا عندك شيء؟ أنا ما عندي، بس بدي أشكر الشعب اللبناني كله على تضامنه، ويعطيكم أنتوا ألف عافية. أنا بدي أقول لك شكرا لك، أحلى شكرا بتعطونا إياها هي لما بتبقوا ببيوتكم، ونتوقع كلنا لأنه اليوم أهم شيء ما نترك منازلنا، نبقى ببيوتنا وكل شيء بيوصلنا إن شاء الله. بعطيكم موعد بكرة دايما مع الحل عنا MTV. إلى اللقاء.